نحن الآن متواجدون في وسط مدينة أبها، وبالتحديد لتغطية الجهود التي تنفذها أمانة منطقة عسير احترازيا تجاه الوقاية من فيروس كورونا. هذه الأمانة التي تحرص كما تحرص الدولة على أن تقدم خدمات وحرصا على سلامة المواطنين والمواطنات. نتحدث الآن عن الأدوات أو الأعمال التي تقدمها أمانة منطقة عسير، لأننا نتحدث عن التطهير والتعقيم الذي يقدم في المرافق العامة، إضافة أيضا إلى توفير المعقمات في الأسواق. مساء الأمس أنا كنت في إحدى الأسواق التجارية في منطقة عسير، تفاجأت وهي تعتبر ليست مفاجأة بتواجد عدد كبير من أعضاء أمانة منطقة عسير وأيضا تواجد المعقمات داخل هذه الأسواق. نتحدث أيضا إلى إغلاق بعض المواقع الأثرية وأيضا إغلاق بعض المواقع التي تعتبر جاذبة للفيروسات والجراثيم. لعلنا نتحدث مثلا عن موقع العين الحارة، هذه العين التي يتواجد فيها عدد كبير من أهالي وزوار منطقة عسير للسياحة وأيضا للتواجد المكوث في هذه تلك المنطقة. لأن نتحدث أيضا عن تواجد عدد كبير من هذه من الكوادر البشرية المتواجدة والتابعة لأمانة منطقة عسير والتي تعقم بعض هذه المناطق. نتحدث بالتحديد الآن من موقع المشهد، هذه المنطقة التي تعتبر الأكثر زيارة في وسط منطقة عسير. هذه الكوادر خلفي لو تظهر لنا، هذه الكوادر التي تعتبر تعمل للوقاية أو لوقاية المواطنين والمواطنات وزوار منطقة عسير للحرص أيضا على سلامتهم. هذه المنطقة تعتبر من أكثر المناطق زيارة للزوار وأهالي منطقة عسير، وإذا دل هذا الشيء دل على وعي المجتمع ووعي أهالي المملكة وشباب وشابات المملكة في عدم تواجدهم في هذه المنطقة. هذه المنطقة الآن هي منطقة شبه خالية، لا يتواجد فيها إلا الكوادر البشرية التي تعمل في الرش في المبيدات التابعة لأمانة منطقة عسير.